السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل على محمد وآله وأصحابه أجمعين. هنبدأ بقى بأمر الله. الفيديو ده فيديو الإضافة، إزاي نضيف بوست. إزاي نضيف بوست؟ إن أنت لما تيجي هنا أهو تدوس على، تكتب هنا مثلا وليكن أيتم واحد، وهنا أيتم اتنين، وتدوس آد بوست فيضاف البوست بتاعك. طيب هنعمل كده إزاي؟ هنبدأ واحدة واحدة. نيجي نبدأ نكريت الأكشنز بتوعنا، اللي هو زي ما بيسموهم الأكشن كرييتور، الحاجة اللي أنت بتعمل لها أكشن كرييتور عشان تبدأ تنده لها جوه الفيو. كل الكلام ده الله يبارك لك، لو مش فاهمه روح لي الليستة بتاعة الريدكس 2020 2022 آسف، هتلاقي فيها كل الشرح ده بالتفصيل. طيب أول أكشن معانا حاجة اسمها الأد يوزر، كالعادة أد يوزر اد بوست، دايما بشتغل على اليوزرز فانا واخد بالك انت ماشي. الاد بوست ده عباره عن ايه؟ عباره عن فانكشن بالشكل ده، والفانكشن دي بمنتهى البساطه بتاخد الستيت وبتاخد الاكشن. ممتاز جدا. طيب انا هضيف بقى ازاي؟ هضيف طبعا في الستيت اللي هي اللي اسمها بوستس دي. البوستس دي عباره عن اري، مفروض انت بعد كده لما تيجي تضيف في البوستس هتقول له كده الستيت دوت بوستس دوت بوش، عشان ده اري هتضيف فيها ايه بقى؟ هتضيف فيها الايتم اللي انت هتضيفه. طب ده عباره عن ايه؟ عباره عن النيم والديسكريبشن، قصدي البوست تايتل والبوست ديسكريبشن، اللي هم دول البوست تايتل والبوست ديسكريبشن. فانت هتبعتهم لما تيجي تستخدم الاد يوزر دي، هتبعتها جوه الاكشن، فالاكشن اوتوماتيك بيكون جواه. يعني احنا لو سيبناها كده عشان نشوف ايه اللي هيحصل، خلينا نعمل هنا اوبس لوج للاكشن وهنجيله كمان شويه. طيب تعال نروح بقى لليو اي نفسه، نروح لليو اي نعرف بقى ازاي ان احنا، خلي بالك، نعرف ازاي ان احنا نبدا نشغل الميثود اللي اسمها او الاكشن كرييتور اللي اسمه اد بوست ده. امشي معايا واحده واحده. احنا عندنا هنا هيكون عايز حاجة في الصفحة بتاعتنا اللي اسمها بوستس دي تبدأ تمسك التغيرات اللي بتحصل في كل انبوتس. فانا هعمل ستيت بسيطة خالص لكل واحد، هقول له هنا كونست كالعادة، هنستخدم الهوك اللي اسمه يوز ستيت. هقول له انا عندي اول حاجة تايتل وست تايتل. طبعا اللي انا بكتبه ده حاجات مفروض يكون عندك فكرة عنها برضو، هتلاقيني شارحها في الليستة الخاصة بسوق العمل، هتلاقي في فيديوهات الرياكت كده في الاخر خالص هتلاقي شرح الهوكس في فيديوهين كل التفاصيل عنهم تشوفها بفضل الله. طيب بقول له هنا كده انا هاخد، هعمل ديستراكشن لحاجه اسمها التايتل، انت هتكريته وست تايتل من المكتبه او من الهوك اللي اسمه يوز ستيت. في البدايه انا مش عايز احط تايتل خالص كالعاده، برضو هعمل نفس الكلام للديسكريبشن، ديسك وست ديسك. ممكن نكمل الكلمه مفيش مشكله خالص، ماشي. ديسكريبشن هنا description. طيب برضو description في عايزه في البداية ما يحصلش أي حاجة. هتيجي هنا بقى نبدأ بقى نعمل ال changing بتاعتنا. هتيجي تقول له والله أنا عايز لما ال input ده يحصل له on change، on change إيه اللي هيحصل؟ هتقدر من خلاله تقول له بعد إذنك أنا عايز update اللي هو set title، خليها بالـ e.target.value اللي هي ان انت بتتارجت الانبوت وتجيب منه الفاليو بمنتهى البساطه. نفس الكلام هكبير كده السطر ده وهحطه برضو بالنسبه للديسكريبشن. اها واهو حلو كده، حلو. يبقى انا كده عملت تغيير او جبت، قدرت اجيب ال في غلطه هنا قفلت الكوسيو، قدرت اجيب او قدرت امسك التغيير اللي بيحصل في ال الانبوت اللي اسمه تايتل وكمان الديسكريبشن. طبعا دي ست ديسكريبشن. هتيجي هنا تقدر بقى تقول له بعد اذنك اعمل لي كده لوج للتايتل والديسكريبشن عشان اشوف ايه اللي بيحصل فعلا وهل في حاجات بتتغير. تعال نجرب، هروح اهو واعمل طبعا هنا يوز ستيت ما تعملهاش امبورت، فبعد اذنك يا عم الرياكت اعمل لي امبورت لليوز ستيت. طيب هفتح بقى الانسبكت بتاعتنا واقول له كونسول، وهتيجي تشوف وانت بتكتب يوز ستيت، ما خلاص ما احنا عملناه تمام، كتبنا هنا تايتل، هتلاقي التغييرات بتتكتب معاك، كتبت ال
ديسكريبشن هتلاقي التغييرات بتحصل معاك بمنتهى البساطة. يبقى احنا كده ماشيين مظبوط جدا. مفروض بقى لما تدوس على الاد بوست الباشا اللي هو الاكشنز اللي احنا عملناه اللي اسمه اد بوست ده يبدأ يشتغل. طيب هيشتغل ازاي؟ هل انت عملت له اكسبورت هنا؟ لا ما عملتش. قال لك السطر ده بقى يجي فكرته، السطر ده الاكشنز اللي انت بتسميها هنا بقدر اعمل لها اكسبورت في الشكل ده، اقول له اقدر اعمل لي اكسبورت للاكشن اللي اسمه اد بوست من البوست سلايس دوت اكشنز. يبقى البوست سلايس نفسه او الشريحه من خلال اللي انت بتقول له كرييت سلايس بيكون اوتوماتيك فيها الاكشنز وبيكون اوتوماتيك فيها الريديوسر، فتقدر تقول له عايز الاكشن اللي اسمه اد بوست وبعد شويه نعمل ابديت وبعد شويه نعمل ديليت، او عايز اكسبورت الريديوسر نفسه عشان اقدر اعمل له انجكت جوه الستور زي ما عملنا الفيديو اللي فات. طيب ممتاز جدا، نبدا بقى نروح هنا كده وابدا. اول حاجه انا محتاج حاجتين، محتاج ان انت تشغل الاكشن اللي اسمه اد بوست، ومحتاج ان انت تمسك البوستس بقى نفسها بحيث ان انت بعد ما تضيف تمسك البوستس دي وتلف عليها. طيب انا هعمل كده ازاي؟ ركز معايا، ركز معايا واحده واحده بمنتهى البساطه. طيب اول حاجه انا محتاج اشغل الاكشن اللي اسمه اد بوست. كلمه ان انت تشغل اكشن يعني الديسباتش، قلنا الديسباتش هو الوسيط اللي بيخلي الاكشن يروح للريديوسر. فقال لك هنا انت بتجيب حاجه اسمها كونست، تقول له مثلا اي اسم ديسباتش بيساوي تستخدم الهوك الخاص بالديسباتشنج اللي اسمه يوز ديسباتش بالشكل ده، هتلاقيه اتعمل له امبورت فوق من الرياكت ريدوكس بالشكل ده. وبعد كده هقول له لما اجي هنا اعمل اون كليك شغل لي مثلا ميثود اسمها اد يوزر مثلا، او بلاش نعمل كل اللوجيك بتاعنا هنا على طول عشان مش كل شويه اعمل فانكشن بره وانده والحاجات دي. طيب الفانكشن دي هتعمل ايه؟ اول حاجه هتديسباتش، هتنده الديسباتش دي وتنده الميثود، اسف الاكشن اللي انت عملت له اد بوست ده اللي انت عامل له اكسبورت ده. طب هجيبه ازاي؟ عادي خالص، هتقول له كده اعمل لي امبورت للاد بوست منين؟ فروم الريدوكس، فروم البوست سلايز بمنتهى البساطه. طب هتشغله ازاي بقى؟ هتقول له كده انا هديسباتش الاكشن اللي اسمه اد بوست، هديسباتش الاكشن اللي اسمه اد بوست بالشكل ده. طب الاد بوست بياخد ايه؟ بياخد حاجتين، النيم، بياخد حاجتين، بياخد التايتل والديسكريبشن. ابعتهم لي بقى، ابعت لي هنا كاوبجكت كده التايتل وكمان الديسكريبشن. طيب انا محتاج حاجه مهمه غيرهم، الاي دي. الاي دي اللي انت محتاجه انا محتاجه ليه؟ عشان اقدر اعدل او اقدر امسح والكلام ده. انا هحطه دايناميك دلوقتي اي دي بواحد مش اكتر، والتايتل هيكون فيه كي تايتل، الفاليو بتاعته التايتل اللي هي في الاستيت، ونفس الكلام الديسكريبشن. قال لك في حاله ان الكي هو الفاليو اقدر استغنى عن الكي بالشكل ده. حلو الكلام، حلو الكلام. تعالوا نبص على الدنيا دي ونجرب مجرد بس، مش هيحصل اضافه، هيطبع بس الاكشنز جوه الكونسول لوج زي ما احنا كنا كاتبين في الستيتس بتاعت او في الاكشن اللي اسمه اد بوست. هضيف هنا، هكتب اي حاجه، طبعا ده الكونسول اللي هو بيظهر هنا، تعالوا نمسحه اللي هو ده مش عايزه خلاص. هضيف هنا وليكن ايتم واحد وديسكريبشن واحد، وادوس اد بوست. هتلاقيه طبع لي فعليا ان التايب بتاعك ده اللي بقى اللي بيعمله اوتوماتيك الريدكس تول كيت. قال لك التايب هو بوستس على سلاش اسم الميثود بتاعتك الاكشن اد بوست، والبي لود بتاعك هو عباره عن اوبجكت فيه اي دي واحد والتايتل والديسكريبشن بمنتهى البساطه. خلونا الفيديو الجاي عشان الفيديو ده ما يطولش، الفيديو الجاي نبدا نضيف نعمل مابنج ونضيف البوست واحد واحد ونقول كام تريكايه كده باذن الله. اتمنى من الناس ما تنساش دايما تدعي ان ربنا يحسن خاتمتنا ويثبتنا عند السؤال. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله.